دكتور عمرو بصراحة من الحاجات اللي الواحد شافها ومرعبة صور وفيديوهات يعني نادرا ما بحبش اعرضها كمان، لقيت شايلين عين كلها كده، شايلين حاجات من الفق البق، يعني شفت حاجات كده صعبة. ما هو الفطر الأسود علاجه بتر العضو أيا كان بقى، مش عايزين ندخل في التفاصيل، لكن هو علاجه بتر العضو المصاب إذا كان جزء أيا كان هذا أيا كان. لكن تاني برضك دي حالات نادرة 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 جدا. نعم. وحضرتك بتقول انها مش اي حد يصاب بيه، عشان الناس ما تبقاش قاعده مرعوبه وهيجي لنا ولا لا لا الكلام ده، لا لا. لكن تاني هو العلاج الصح، بس العلاج الصح انك انت تتبع ارشادات الطبيب، وما ندخلش في الـ 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 الادويه اللي بتتوصف